بيت الصحة بيت الصحة بيت الصحة بيت الصحة بيت الصحة فيه المشورة مع دكتور حسين الشورى يشرح ويشخص ويعالج أمراض الكبد المشهورة. بيت الصحة بيت الصحة بيت الصحة تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كنت حقا صادقا في حبه لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. أعزائي المشاهدين أهلا بكم وحلقة جديدة من بيت الصحة بعد ميعاد البرنامج ما أصبح 8:15 إن شاء الله كل يوم أربع والسبت زي ما هو 7:15 لكن الحقيقة ناس كتيرة جدا بتشوف حلقة الاربع علشان كده كتير اشتكوا وقالوا النور بيقطع عندنا مش عارف بتحصل مشاكل بنصلي العشاء ونطلع ما نلحقش الحلقه فالحمد لله اداره القناه يعني تفهمت موقفنا وتم تغيير الموعد الى الاربعاء 8:15 يبقى معادي معاكم كل يوم اربع 8:15 بالليل وكل يوم سبت 7:15 لكن كل اربع 8:15 اللي على الهاتف دلوقتي زوج سيده فاضله خفت معايا من فيروس سي خفت من فيروس سي وبعدين قالت لي لا انا مش هفرح هاجل الفرح لحد ما اعيد التحليل في مكان تاني خالص غير المكان الاولاني اللي انا عملت فيه وفعلا جاتني بعد يمكن شهر ولا شهرين وحللت وطلع ما فيش فيروس سي عندها هي الحاجه نعيمه محمود سليمان احمد احنا الحقيقه نظرا لانها مش في القاهره هي في المنصوره فاحنا الحقيقه اضطررنا ان احنا نصورها بالموبايل كاميرا الموبايل علشان فعلا هي وجوزها يعني لكن طبعا يمكن الحلقه الجايه ان شاء الله اوعدكم هنزعلكوا الفيديو ده باذن الله بس تعالوا نكلم جوزها الحاج سمير سعد من مطروح شارع الجزائر حاج سمير السلام عليكم حاج سمير السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نالتنا منك وحشه عظيمه والله انت رجل طيب ومحترم جدا واستأذنك توطي التلفزيون ان شاء الله ويجزيك كل خير امين يا رب وطي التلفزيون بس واسمعني من التليفون فقط بعد اذن حضرتك ان شاء الله انا كده سامعك كويس كده كويس كده كويس قول لي بقى يعني انا كنت مبسوط جدا لما كمان كلفت الدكتور خالد توفيق الاستاذ الدكتور خالد توفيق راجل محترم يعمل حوار صغير معاكم لانه مش عارفين نطلعكم معانا في القاهره بس قصه الحاجه نعيمه الحقيقه قصه جميله خفت من فيروس سي وحللت تاني طلع الفيروس برضو مش موجود وده يعني اداكوا ثقه جدا جدا في العلاج فانا عايزك تحكي من اول ما بدات الحاجه نعيمه محمود سليمان احمد القصه ايه اللي حصل وازاي انتوا حللتوا تاني بعد شهرين وبعدها جيت تقول لي احنا النهارده جايين نبارك لك فعلا تاكدنا انها خفت لان احنا حللنا وبعد شهرين او ثلاثه عدنا التحليل تاني يعني قول لي الحاجه نعيمه بدات القصه معاها ازاي في الاصابه وايه اللي حصل وانا يعني هاستمع الى حضرتك اتفضل. طيب اولا قبل كل شيء احنا نشكر قناه الصحه والجمال والاداره واداره الناس اللي فيها ان عرفتنا وبالناس الطيبه والدكاتره اللي دايما يدلوا على الخير ويساعدوا الناس. احنا بدايه الامر اني كانت المدام بتعمل عمليه قسطره في مركز في اسكندريه فعملوا لها تحليل فقالوا عندك نسبه فيروس سي طبعا العائله كلها واحنا كلنا زعلنا وحزننا وبتاع فطبعا احنا في مطروح بنشتهر بان اللي عنده مرض فيروس سي بيشرب حليب الابل تمام حليب الابل الطازه والبول بتاعه خدت بال حضرتك فاحنا استعملناه فروحنا للدكتور في اسكندريه قال لك ده نسبه الدهون بتاعته غلط فلما احنا تابعنا قناه الصحه والجمال وشفنا ان في حالات بتشفى بفضل الله ثم بفضل حضرتك بفضل الله واحد. احنا طبعا مشقه بين اسكندريه والمرسى لدمنهور من مطروح لدمنهور اول كان لقاء معاك في العياده فاول ما دخلنا في العياده كانت النسبه عاليه كانت حوالي 200,000 طبعا هي كانت نفسيتها من يعني صفر والصفرار في الوجه والانتفاخ في البيع يعني حالتها بؤس خالص
فلما دخلنا لحضرتك وعملنا اول لقاء بصراحه استبشرنا خيرا في الله ثم فيه. الحمد لله. وابتدينا نتبع معاك العلاج. قعدنا معاك حوالي شهر بتاعت انا. بعد كده حللنا نيلة النسبه بتقل. ففجاه وصلت لحوالي حوالي 35 فيروسيه بس. 35 مش 35,000، انا فاكر لما جيت لي فرحانين بالرقم ده. 35 بس. وبعدين بعديها قلت لي خدوا العلاج وبعد شهر تعالوا لنا. فاحنا رحنا حللنا لقيناها وصل كام؟ 190,000. فانت طبعا ما اقتنعتش بالتحليل ده. فاحنا رحنا بعد كده رحنا حللنا في قلت لك روح حلل مكان تاني المعمل غلطان. قلت لك زي ما انا متاكد ان انا شايفك دلوقتي فعلا، وانا قلت انا متاكد انه المعمل غلطان فحلل في مكان تاني الا لو هي ما بتاخدش العلاج. قلت لي لا بتاخد العلاج بالظبط زي ما انت بتقول. قلت لك خلاص زي ما انا متاكد ان انا شايفك دلوقتي روح انت اي معمل تاني تختاره حضرتك حلل فيه من غير ما تقول لي عليه. مش ده اللي حصل؟ رحنا ثلاث معامل. اول حاجه رحنا عند البرج محمد البرج فلينا النيجاتيف ما عندهاش. بعد كده رحنا في اسكندريه لان طبعا تحاليل مطروح بياخدوا عينه ويسفروها ووقت وبتاع، فاحنا قلنا احسن حاجه انه نروح مباشر ناخد العينه مباشر. ففعلا رحنا عند معمل تحليل امينه كساب محطه الرمل حللنا لقي النتيجه منعدمه، الجهاز مش قادر يقراها. مفيش تمام. فبعدين سافرنا عمره وربنا كرمنا بعمره، رجعت تاني قعدنا حوالي شهر ونص من غير ما تاخد علاج ولا برشمايه. فاكدنا تاني رحنا المعمل حللنا لينا فيها نيجاتيف، وحضرتك اريد انك غير ظاهر ولا غير موجود. طبعا رجعنا المسافه من اسكندريه المطروح فرحانين وفضلنا ندعي لك يعني، والحاجه هي جنبي تشكرك. الحاجه جنبي ايه؟ الله يشكرك. اسمع بقى الحاجه مطروح العادات والتقاليد. ابارك للحاجه. طيب بعد اذنك احنا عندنا في مطروح العادات والتقاليد يعني دي صعب ان الست بس عشان هي فرحتها تكلمك، عايزه تكلمك وتبارك لك وطايره بالسماء يعني العائله كلها والاحفاد والاولاد وكله. الحمد لله. مع حضرتك الحاجه انا مبسوط ان احنا صورناها بالموبايل صوره صغيره لكن هنعرضها. دكتور حسين. نعم. ازيك يا حاجه نعيمه؟ الحمد لله على السلامه اولا. الله يسلمك يا دكتور، ما نحرمش منك يا رب. الف مبروك. انت كده حللتي ثلاث مرات ورا بعض يطلع نيجاتيف الحمد لله، ما فيش فيروس خالص. الحمد لله بفضل ربنا ثم فضلك والله. الحمد لله يا امي. الف مبروك. الف مبروك الفضل. يا رب وجعلك كده نصره للناس كلها وربنا يكرمك يا رب. الله يكرمك. الفضل لله وحده يا سيدتي والله. الله يخليك يا دكتور والله، واحنا عمرنا ما هننساك ابدا والله. ربنا يخليك. وهنجي لك زياره برضه حتى لو انا ما فيهاش حاجه لازم اجي لك العياده وازورك. ربنا يطول عمرك يا رب. تحياتنا للناس مطروح. ربنا يخليك يا دكتور يا رب، ما تحرمش منك. وانا بعتذر النهارده ما عرفناش نفرغ بس الصوره اللي صورناها فيديو لحضرتك والجوز حضرتك. لكن ان شاء الله باذن الله اوعدك الحلقه الجايه الاربع اللي جاي هنطلع الجزء ده باذن الله فيديو وانت بتحكي القصه صوت وصوره، ويا ريت ما اعرفش حد في البيت يعرف يزغرط عندكم ولا لا. ده والله تقليم. يا دكتور انا والحاج بس اللي قاعدين، ربنا يكرمك. طيب. يا رب وجعله في ميزان حسناتك. عموما يعني فرحتك باينه في صوتك. فرحتك باينه في صوتك يعني. ربنا يخليك يا دكتور يا رب وما يحرمناش منك. اهو معاك الحاج تاني اهو. طيب يا دكتور لينا طلب صغير عند حضرتك. عيوني يا استاذي. يا ريت تعمل زياره لمرسى مطروح. ربنا يطول عمرك. نتمنى والله مطروح كويسه يا ريت والله يا ريت الوقت يسمح. انا اتمنى ذلك والله، وناس مطروح ناس غاليين علينا وناس محترمين، واتمنى ان شاء الله نعمل يوم في الشهر حتى لاهالي مطروح. انا بشكرك جدا ولينا لقاء تاني لان انت كان سكرك مش متظبط والحمد لله دلوقتي بقى متظبط والامور تمام. طيب احنا استمعنا الى الاستاذ سمير سعد مطروح شارع الجزائر، الموبايل بتاعه 0100-838-5243. احنا عندنا تقليد دايما بنقول اسم المتصل واللي احنا بنتصل بيه لو حد عايز يتاكد للتواصل مع الناس دول 0100-838-5543. هقول الرقم تاني 0100-838-5543. 0100-838-5543. مطروح شارع الجزائر، الحاجة اللي خفت نعيمة محمود سليمان أحمد وجوزها المحترم الحاج سمير سعد مطروح شارع الجزائر 0100-838-5543.
5543. انا بس عايز اعلق على نقطه صغيره قبل ما انتقل الى معلومات النهارده اللي هنقولها النهارده. وعايز الاول نبص على جدول مواعيد العياده. احنا الاسبوع ده ان شاء الله بكره في سوهاج اليوم كله في ميدان العارف امام اسم شرطه اول سوهاج. يوم الجمعه ان شاء الله احنا في الاقصر في شارع التكوين المهني من شارع التلفزيون. يوم السبت ان شاء الله بعد بكره ان كان لنا عمر في عياده اسوان باذن الله تعالى، باذن الله تعالى الشارع الجديد، الشارع الجديد امام جامع الطبيه بجوار صيدليه ام النور. الاثنين والثلاث والاربع احنا في عياده فيصل ان شاء الله باذن الله. والخميس في الغالب هنكون في دمياط ان شاء الله، يعني يا دمياط يا المنصوره، هنشوف دايما مره دمياط ومره المنصوره. انا عايز اطلع التحليل بقى اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي، وهي زي ما قالت عملته في معامل حساب، معامل كساب ولا حساب مش واضحه قوي، بس انا هعرض لكم التحليل اللي فرح الدنيا كلها وفرح الحقيقه. شايفين حضراتكم الكلمه اللي تحتها خط اندتكتابل، اندتكتابل، لا يوجد فيروس سي عندها، لا يوجد، لا يوجد. وادي الموبايل 0100 8385543. حاج سمير سعد، مطروح، شارع الجزائر. يتمنى الكاميرا تقرب عند الكلمه اللي تحتها خط اخر الزوم ان. ليس في الامكان، اقرب مما كان، نو مور زومر. طيب مش هنقدر نقرب اكتر من كده، لكن يعني اندتكتابل واضحه شويه قوي في الصوره. وهقرا لكم بس البيانات بتاعه المعمل. المعمل اسمه معمل حساب، معمل حساب، ليهم رقم مختصر 16987. دكتوره رانيا تقريبا اللي ماضيه المعمل، وده في اسكندريه على فكره، ده في اسكندريه. طيب معانا مدام منى، ومدام منى لها قصه هحكيها بعد شويه، واحنا بنتصل بيها عشان هي الحقيقه بذلت مجهود كبير عشان انزيماتها تنزل. هي عايزه تعمل عمليه، وعلى فكره احد العوائق اللي تخلي العمليه الجراح ما يعملهاش اما ان نسبه السيوله تكون مش متظبطه، واللي يمكن مرضى وسامعيني دلوقتي فاهمين معنى اللي انا بقوله كويس قوي، او ان الانزيمات تكون عاليه، او الانزيمات تكون عاليه. فمدام منى معايا في التليفون، على التليفون دلوقتي. الو. ايوه. ازيك يا مدام منى؟ الله يخليك، ازيك يا دكتور؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير، الله يسلمك. الحمد لله. الدنيا عامله ايه معانا؟ الحمد لله، نحمد ربنا ونشكر فضله. الحمد لله. احكي لي بقى القصه ايه؟ ايوه. الو. الو. ايوه. انت بتشكي من اي حاجه دلوقتي ولا الامور تمام؟ لا الحمد لله يا دكتور، الحمد لله بخير، الله يسلمك. كانت ايه المشكله؟ ولا حاجه، الحمد لله بقيت كويسه. الحمد لله. طيب انا بشكرك، عشان برضو انا بجيب على فكره المرضى الملتزمين علشان اقول تعبوا قد ايه وعملوا ايه، فانا بشكرك، وانت نموذج للمرضى اللي سمعوا الكلام والانزيمات بتاعتهم اتظبطت وبقوا في حاله طيبه. شكرا يا مدام منى. طيب الحقيقه هي اسمها مدام منى احمد حمدي، مدام منى احمد حمدي. يمكن الكاميرا تقدر تجيب الاي ال تي بتاعها، كان عالي جدا ومتلخبط بقاله شهور. ويمكن انا احط ايدي يعني على مكان الانزيم، صباعي بيشير اهو. شايفين حضراتكم كلمه 14. شايفين حضراتكم اي ال تي بقت 14. طيب 14، والطبيعي حاجة و30، الالبيومين 4.2. بقول انه الانزيمات، تعالوا نقول المعلومة عشان نكملها بقى وبسرعة، لان النهاردة الحقيقة عايز اكلمكم في موضوعات كتير. ساعات فرحتنا بالناس اللي خفت بتخلينا ناخد من وقت الحلقة الكثير والكثير والكثير. اللي انا عايز اقوله بس انه انزيمات الكبد لما بتعلى هو ده اللمبة الحمراء اللي بتقول في خطر في الكبد. كل ما الانزيمات بقت كويسة كل ما احنا اطمنا على المريض. طيب ايه اللي يرفع الانزيمات؟ اللخبطة في الاكل، لا ياكل مسبك ولا دهون ولا حراق ولا اي حاجه تاذي الكبد، اكله مسلوق في مسلوق، تلك الاغذيه التي يحبها الكبد. وهنعمل مره ان شاء الله حلقه عن الاغذيه التي يعشقها الكبد، الاغذيه التي يعشقها الكبد، بتريحه ويحبها قوي. طيب ايه تاني؟ التوتر، لقوا ان التوتر والمجهود الزياده يا جماعه يعلي الانزيمات. وصدقوني يعني من كتر ما الواحد اتعود يشوف عيانين وبقت في حته خبره من ربنا كده بفضل ربنا اولا واخيرا طبعا، بقى العيان لما يلاقي الانزيمات عاليه قوي يقول له هو في حد مات لك؟
يطلع فعلا في حد يعز عليه قوي ماتله، ودي متكرره. طيب هل في حاجه زعلتك يقول اه زعل كبير قوي قوي قوي؟ يعني مش بس حاجه انا نرفزته في موقف، لا في زعل كبير. واحده يقول له يمكن عملت مجهود نقلت من شقه لشقه بقى عفش ونقل وبتاع، يقول لي اه. في توتر يقول لي اه اه هو ده فعلا الايه الجزء ده. يبقى اذا ساعات يبقى المجهود الزياده، ساعات يبقى الزعل، ساعات يبقى التوتر، ساعات يبقى اللخبطه في الاكل، ساعات تبقى ادويه اخرى غير اللي دكتور الكبد كاتبها له. علشان كده كتير منكم راح لتخصصات تانية والدكتور كتب له روشته وقال له اوعى تصرفها غير لما ترجع لدكتور الكبد بتاعك، اوعى تصرفها غير لما ترجع لدكتور الكبد بتاعك. برشامه او اسبرينه صغيره او حبايه صغيره حضرتك تاخدها للصداع او لاي حاجه بتبوظ لنا احنا كدكاتره كبد شغلنا كله كله. علشان كده لازم تكون حريص على الا تتناول اي ادويه غير بالرجوع الى دكاتره الكبد. وساعات مرضى بيبقوا اذكياء جدا، لو هم هيروحوا انف واذن، لو هم هيروحوا عظام، لو هم هيروحوا اعصاب، يظبط زيارته لدكتور الاعصاب قبل زيارته لدكتور الكبد بيوم او يومين علشان ما يجيبش الروشته وبسرعه يعرضها على دكتور الكبد. طيب تعالوا الحقيقه النهارده نتكلم عن جزء مهم جدا قوي 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 انا عايز اتكلم عليه في جزئيتين. التهاب الاعصاب الناجم عن عدم انضباط السكر عند مريض السكر، وده الحقيقه ساعات بيعمل مشاكل كتير العيان. طبعا احنا تعالوا نقول مضاعفات السكر بسرعه، لو السكر عالي هنقول ساعات الزغلله في العينين عند مريض السكر، تنميل الايدين والرجلين عند مريض السكر، او حتى السخونيه اللي في الايد والرجل عند مريض السكر، تاثر الحاله الجنسيه عند مريض السكر بيسمى بالضعف الجنسي، ثم شبكيه العين وتاثير السكر عليها، الكليتين وتاثير السكر عليه، كل ده هنعرفه ولكن بعد الفاصل. الصحافي المشهورة مع دكتور حسين الشورى، يشرح ويشخص ويعالج أمراض الكبد المشهورة. بيت الصحة بيت الصحة بيت الصحة. معانا الاستاذه عليا. الو 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 استاذه عليا ازاي؟ الو ايوه يا دكتور. الف مبروك. ازيك انت يا دكتور؟ الف مبروك انك خفيتي من الفيروس، الف مبروك. والله يا دكتور يعني سعادتي ما كانتش تتصور، يعني كانت مفاجاه لي ان انا خفيت. الحمد لله ان ربنا اكرمين. الحمد لله. انت وان انا خفيت يعني. انت من ادفو مش كده؟ ادفو قريه الحصايا. ايوه يا دكتور. طيب احنا هنعرض تحليلك دلوقتي. أيوة على دكتور. الكاميرا هنعرض التحليل على الكاميرا الان، وعلى فكره موبايلها على الشاشه. اعتذر ان المره اللي فاتت ان انا اكلمك لكن ما حصلش نصيب. والله كنا عايزين نكلمك من المره اللي فاتت. معمل الكارما للتحاليل الطبيه علي هلال علي دكتور حسين. أيوة. الشورى لسزان 16، وده الطبيعي يعني خلاص ما فيش فيروس عندها. مبروك. مفيش. ورقمها 010-69-636745 وقرية الحصايا مركز ادفو الحصايا ادفو. ألف مبروك. وتقولي ايه للناس اللي بتقول مفيش علاج للفيروس؟ لا في. ازاي مفيش؟ بس الصراحة يعني الحمد لله ربنا يبارك فيك يا دكتور. انا كنت فاقد الامل يعني بصراحة، وقلت ان خلاص ان الحياة انتهت لحد كده. الحمد لله الحياه يعني ما انتهتش. كنت في حاله يعني ربنا اللي يعلم بيها. الحمد لله. الحمد لله على ايدك يعني. الحمد لله. وتحياتنا لاسرتك ولزوجك ولاولادك والاولى. تعالوا نشوف محمد عوض ابو الوفا من هنا ونشاركه فرحته. ومعايا الاستاذ محمد عوض ابو الوفا. الو. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا محمد. ازيك؟ ازي صحتك يا دكتور؟ اخبارك؟ الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك لك. ربنا سعيد جدا في نفس حضرتك النهارده. الف مبروك. خفيت من فيروس بيه انت. الف مبروك. اللهم لك الحمد. الحمد لله البركه في ربنا ثم حضرتك يا دكتور. الحمد لله. ربنا يخليك للمصريين ان شاء الله وللوطن الحمد لله ويشفي كل مريض يا رب ان شاء الله. امين يا رب يا حبيبي امين. ده التحليل بتاع محمد عوض ابو الوفا. ده التحليل اللي جانا وهو عنده الفيروس. جانا وعنده الفيروس. حضراتكم شايفين المختبر فرع هنا
قرب يا ريت شويه، شوف الرقم قرب وكبر لي الرقم بعد اذنك. الرقم ده 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 نكبره ونقربه شويه. ده الرقم اللي جه بيه محمد عوض ابو الوفا، واضح الرقم على الشاشه. تعالوا نشوف بقى، الف مبروك، حلل تاني بعد ما خد العلاج ما فيش فيروس بيه عنده، خف خلاص الاستاذ محمد عوض ابو الوفا. محمد عوض ابو الوفا خلاص ما فيش الفيروس، الف مبروك، ودي شهادة براءة. الله يبارك فيك يا دكتور، ربنا في حضرتك يا دكتور. 0145376679 ده الموبايل، 0145376679. انت منين؟ من هنا يا استاذ محمد؟ انا من هنا نفسها يا دكتور. من هنا نفسها، الف مبروك ومبروك عليك الشفاء، واشكر ربنا وبنشكرك على مشاركتك. بيت الصحة فيه المشورة مع دكتور حسين الشورى، يشرح ويشخص ويعالج أمراض الكبد المشهورة. بيت الصحة. عايز المشاهدين كتير بيقولوا تفسير أحلام، وكتير بيتكلموا عن الأحلام، وكتير بيقولوا أشياء كثيرة فيها دجل وشعوذة، وكتير بيتكلموا عن الحلم من منظورهم الخاص جدا. إن شاء الله هنعمل فقرة دقيقة أو دقيقتين في كل حلقة نتكلم عن الرمز في الحلم، يعني من المنظور الطبي لو واحد شاف إيه في الحلم يبقى إيه، مش بدجل، مش بشعوذة، مش بأي حاجة، لكن مفاهيم معينة. فهناخد الدقيقة دي بسرعة ونقول لو واحد شاف كان مقدم على خطوبة ولا جواز ورأى نخلة في الحلم، فهذا معناه أنه مقتنع بالطرف الآخر. لو راجل مقبل على خطوبة أو ست مقبلة على خطوبة أو على ارتباط معين، فمعنى أنها تشوف حلم فيه نخلة معناها أنها مقتنعة جدا بالطرف الآخر. الرمان له رمز كبير جدا في الحلم، وهو يدل على الاستقرار العاطفي. البرتقال في الحلم يا جماعة، البرتقال في الحلم يدل على الصحة، يعني لو حد شاف برتقال أو حد أهداله برتقالة فهذا يدل على الصحة اللي حينعم بيها أو بينعم بيها أو ذلك مكنون ما في النفس نحو هذا الرمز. البيض في الحلم الحقيقة يعني مختلف قوي قوي قوي. لو البيض مكسور هذا يدل على أن العلاقة مش مستقرة وفيها مشاكل. طيب تعالوا نسمع الاتصال ده. الو السلام عليكم. حاج سيد سليمان، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بالصحة. الحاج سيد سليمان جه زارنا في العيادة وعملنا له التحليل ده وطلع ما عندوش فيروس سي، طلع عنده الاجسام المضادة لكن ما عندوش فيروس سي الحمد لله. واحنا زي ما بقول بنوريكم الحالات اللي كان عندها وخفت، وفي حالات بتجيلنا ما عندهاش بنقول لها بمنتهى الامانة انت ما عندكيش. يعني الحاج سيد ما عندوش فيروس سي، كان عنده الاجسام المضاده لفيروس سي لكن بعد ما عملنا له البي سي ار طلع مفيش. عملنا له كمان الاتش بايلوري، الهيليكوباكتر بايلوري، البكتيريا الحيزونيه، وبرده طلع مفيش. هو من 14 شارع زكي، جزيره الذهب، جيزه. الف مبروك يا حاج سيد. الو. ايوه يا دكتور. الف مبروك ويا رب دايما تنعم بصحه وعافيه. ايوه. الو. ايوه الو. احنا بنبارك لك، الف مبروك انك طلع ما عندكش فيروس سي. طلع الفيروس دخل وخرج تاني. الله يبارك فيك يا دكتور، الف مبروك. طيب بعد ما كلمنا الحاج سيد وباركنا له عشان وقت الحلقه بسرعه، انا عايز اقول لكم بس انه احنا قلنا انه في نسبه من 15 ل 20% بتخف من فيروس سي لوحدها. عشان المعلومه دي تثبت انا عملت الاتصال ده مع عم سيد. اهو عم سيد من الناس اللي هم 15 ل 20% اللي اصابهم الفيروس وخفوا لوحدهم، ده فيروس ايه؟ سي. اكمل المعلومه بقى واقول انه فيروس بي العكس بقى، 85% زي عم سيد كده بيخفوا لوحدهم، 15% بس اللي بيفضل الفيروس ايه؟ مكمل معاهم. معانا الاستاذه حنان. الو. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام، اتفضلي يا اختي. انا حنان سيد اللي جيت لك من المنيا يوم الاثنين. اهلا يا ست حنان، اتفضلي يا اختي. حضرتك اللي كان عندي النزيف فاكرني حضرتك؟ اتفضلي يا اختي، اتفضلي. انا رحت للدكتور فاعطاني نوعين برسيم فقال لي ممكن ياثروا على الكبد، فعايزه اقول حضرتك فيهم هرمونات ولا لا؟
لا بص هقول لحضرتك على الاسامي. طب اتفضلي. اسمه ستيرونوت. 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 ستيرونوت يا ست. ستيرونوت يا ست. تمام. ستيرونوت. والتاني اسمه ايه؟ والتالت حجل اسمها. اه طيب يعني خدها على الخط عموما كويس. طب معانا عامة الله من السعودية. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمة الله، تفضلي يا أختي. أحب أهنئك يعني على هذا النجاح الباهر يا دكتور. الله يكرمك ويخليك يا أختي، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي. وهذا توفيق من عند الله. الفضل لله وحده يا أختي والله، أهلا وسهلا بحضرتك، ودي قناتك قبل ما تكون قناة مصر هي قناة السعودية أيضا، تفضلي يا أختي، أهلا بيك. إن شاء الله الحلقات اللي قادمة يعني أسمع إنه في مرضى سكر شفوا تماما يعني بإذن الله. بإذن الله يا أختي. في أي شكوى لحضرتك من السكر أو سؤال في مجال السكر تفضلي يا أختي. أنا التراكم ظهر عندي دكتور 7.3 تمام. وأنا بس ما باخدش برشام، باخد بس أحشاب كده وممشي يعني يمكن ليا 3 سنين و4 سنين ظهر لي موضوع السكر دوت، وأنا يعني مستمر على على على, على أحشاب يعني. فهل اخذ منظم للسكر ولا اخذ ادويه ولا اعمل ايه؟ حاضر هجاوب حضرتك، بس قولي الاول حضرتك فين من السعوديه، في انهي مكان؟ في الدمام. في الدمام، اهلا بحضرتك. طيب النقطه الثانيه عايز اسال حضرتك، حد في العيله عنده سكر يعني والده حضرتك والد حضرتك؟ انا جالي نتيجه زعل. بس جه نتيجه زعل. احنا مليانين شويه؟ لا بالعكس، احنا رفيعين. تمام. ما عنديش اي حاجه تخلي السكر يكون عندي سكر، ما فيش اي سبب. طيب ماذا عن نوعيه الغذاء؟ يعني اصل الحقيقه انت حضرتك قلت رقم دلوقتي هايل جدا، 7.3 اللي حضرتك ذكرتيه الان هو رقم يدل على ان سكر حضرتك اقرب ما يكون الى الانضباط، اقرب ما يكون الى انه تقريبا نقدر نقول انه يا دكتور باكل كل حاجه في نفسي، اي حاجه في نفسي باكلها. طيب بصي حضرتك 7.3 وبناكل اي حاجه في نفسنا، ده معناه ان احنا لو انتظمنا في الغذاء حضرتك هتخفي على طول باذن الله تعالى، وغالبا هنبارك لك انك مش مريضه سكر، لانه حضرتك لو عرفت ان الهيموجلوبين السكري اللي ما يسمى بالجلايكوزيليتد هيموجلوبين A1C او الجلايكيتد هيموجلوبين A1C او السكر التراكمي هو نفس الاسم، اسم الدلع بتاعه، هو اللي بنحلل بيه ونعرف السكر بيعلى بنسبه قد ايه عند اي شخص او حتى ما عندوش. هذا الرقم اذا كان 6.2 يبقى العيان ما عندوش حاجه خالص، او 6.3 اعلى من كده بيبقى يعني معرض لان يكون لحد 7، بعدها بنقول ممكن هذا مريض سكر. لكن الحقيقه ان حضرتك لو التزمت بالحاجات اللي بنقولها وبعدت عن التين والبلح والعنب والمانجا والموز، قللت النشويات، قللت السكريات، اعتقد ان الامور هتبقى كويسه جدا. واتمنى تشوف البرنامج ان شاء الله كل يوم 4 الساعة 8:15 بتوقيت القاهرة، إن شاء الله بإذن الله هتجدي كثير من المعلومات، كمان لو حضرتك دخلت على اليوتيوب، على اليوتيوب وكتبت دكتور حسين الشورى معلومات عن السكر وفيروس سي الجزء الثالث، معلومات عن السكر وفيروس سي، هتلاقي كل المعلومات. بشكرك يا أمة الله. طيب، بالنسبة لأختنا اللي اتصلت من المنيا أعتقد، هي الحقيقة حالة أنا نفسي أقول بقصتها في نص دقيقة، هي جاتني وعندها نزيف، وزي ما قلنا العيان اللي بيجي عنده نزيف أول حاجة بنفكر ليكون الضغط. فبنسأله عن الضغط ونظبط له الضغط. 2 بنشوف المكان اللي طالع منه الدم بعد ما نتأكد ان الضغط مش عالي، لان الضغط ساعات يجي بنزيف، ساعات يجي بنزيف في العين يعني العين تحمر، ساعات يجي بنزيف من الانف، ساعات يجي بنزيف من الفم، ساعات يجي بنزيف من الشرج، ساعات يجي بنزيف من الفرج من السيدات، ساعات يجي بنزيف من اي فتحات في الجسم. فنظبط الضغط 1. 2 نبص على الانف ونبص على الاسنان لو هي الاسنان. قبل ذلك وبعد ذلك واثناء ذلك واهم من ذلك نعمل اختبار اسمه اختبار السيوله. عملنا الاختيره دي اختبار السيوله، طلعت السيوله كويسه. ما معناها انه الكبد قام بدوره المنوط به القيام به على اكمل وجه، وعلى هذا الاساس قلت لها النزيف ده تروحي بيه لدكتور النساء واعتقد انه هيديكي هرمون، وفعلا الاسترونيد دي اللي قالته هو ده احد الهرمونات، وحتى لو لاحظتوا حضراتكم وهي بتتصل بقول لها اداكي هرمون، يمكن اداكي حاجه فيها هرمون، وفي الغالب الحقنه اللي الخط قطع فيها كانت عشان فيتامين كاف حقن، سواء كانت كوناكيون او كانت امري كي او كانت هيموكيون او كانت هيموستوب، كل دي اسماء حقن لهذا الغرض. اعزائي المشاهدين هنشوف المواعيد دلوقتي علشان زي ما بقول لحضراتكم احنا ان شاء الله بكره باذن الله مع احبائنا واهلنا في سوهاج يوم الخميس باذن الله في ميدان العارف
في سوهاج امام قسم شرطه اول سوهاج اليوم كله في سوهاج ان شاء الله باذن الله تعالى. ربنا يمنع الموانع. الجمعه احنا في عياده الاقصر في شارع التكوين المهني من شارع التلفزيون مع حبايبنا في الاقصر. اما يوم السبت فاحنا ان شاء الله في اسوان باذن الله تعالى. احنا في اسوان اخر الشارع الجديد في جامع كبير اسمه جامع الطبيه. جامع الطبيه في وشه في صيدليه ام النور. احنا في بجوار صيدليه ام النور. اعزائي المشاهدين خلص الوقت وبقي الحب. دايما بنختم بالدعاء فامنوا معي. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. آمين آمين آمين. بسمة بسمة هي سر الحياة. البسمة هي سر القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى قلب أخيك المسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك المسلم بوجه طليق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختامنا ابتسامة. Dum 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 d